وإلى أخبار المنتخب الوطني واتحاد الكرة. رفض الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر مواجهة المنتخب البحريني وديا، مفضلا خوض وديات أمام منتخبات أوروبية أو من أمريكا اللاتينية خلال هذه الفترة. وكان اتحاد الكرة قد تلقى عرضا من منتخب البحرين لخوض مباراة ودية خلال شهري مايو ويونيو المقبلين ضمن استعدادات الفراعنة لكأس العالم 2018 في روسيا. أعلن عماد سليمان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقصة قائمة اللاعبين استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها غدا الأحد ضمن مباريات الجولة 19 للدوري والتي ستقام على استاد القاهرة. وضمت القائمة 23 لاعبا وهم محمد صبحي ومحمود حمدي ومحمد كوكو وهاني سعيد وأحمد سامي وأحمد عبد العزيز مودي وشريف حازم ومحمد أبو سريع ومحمد دسوقي ومحمد توني وأحمد مجدي ومصطفى شبيطة وعمر رجب وصلاح ريكو وإيريك تراوري ورجب عمران وباول فوافي وصلاح عاشور وجون أنتوي وأحمد عبد الظاهر ومروان حمدي وإسلام بهبر.